بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وأيامكم بمولد السيدة الكريمة فاطمة الزهراء سلام الله عليها another book that I'd like to share with you is titled الكنوز المعنوية by رضا جاهد since we are celebrating the birthday of Lady Fatima الزهرة سلام الله عليها I would like to share with you a عمل that is for the lady Lady of light فاطمة <تمتزه> الزهراء سلام الله عليها سر من أسرار قضاء الحوائج أن العمل جوز as this whoever has, a, has a حاجة كل من له حاجة يصلي ركعتين he prays two ركعات لك صلاة الصبح ويهديها إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها ويقرأ في القنوت هذا الدعاء he prays two ركعات and he gives that to فاطمة الزهراء سلام الله عليها and in the قنوت he recites this. اللهم بفاطمة وأبيها وبفاطمة وبعلها وبفاطمة وبنيها بفاطمة والسر المستودع فيها اقضي حاجتي وصلى الله على محمد وآل محمد نسألكم الدعاء